حول موضوع القصف الأمريكي الذي طال مبنى وسط العاصمة بغداد. ينضم إلينا مراسلنا من بغداد مهدي غريب. أهلا وسهلا بك مهدي. يعني ضعنا في صورة الأوضاع حول القصف الذي طال مبنى تابع لمؤسسة الحشد الشعبي وسط العاصمة بغداد، وهل من إصابات؟ نعم ملاذ، يعني قبل قليل قصف احدى مقرات الحشد الشعبي في وسط العاصمه بغداد، وبالتحديد في شارع فلسطين في المنطقه القريبه من مبنى وزاره الداخليه. هنالك من يتحدث، مصادر اوليه تشير الى ان مقتل شخصين اثر هذا القصف، وهنالك حالات اصابات ايضا في صفوف الحشد الشعبي. فبالتالي هنالك من ينظر ان ربما حاله من التصعيد ستصبح بين المقاومه او بين فصائل المقاومه العراقيه وبين القوات الامريكيه التي استهدفت مرارا وتكرارا القواعد الامريكيه في العاصمه بغداد او في محافظه الانبار قاعده عين الاسد وفي محافظه يعني في اقليم كردستان. فبالتالي هنالك من يرى ان هذه الاستهدافات المتكرره جاء الرد الامريكي لمقر الحشد الشعبي، ما ادى الى مقتل شخصين واصابه عدد من عناصر الحشد الشعبي. ربما هذا القصف هو الاول من نوعه تنفذه الولايات المتحده على مقر الحشد الشعبي في العاصمه بغداد، ما ينذر بتصعيد خطير في العاصمه بغداد. فبالتالي هنالك من يرى ان حاله من التصعيد بدات تتازم بين فصائل المقاومه العراقيه وبين القوات الامريكيه، وهنالك ايضا من يتحدث في الجانب الاخر ان المقاومه العراقيه لن تسكت على هذا القصف. وربما طيب مهدي، ما هي الاجراءات الامنيه؟ يعني هل هناك طيران امريكي او عراقي في سماء بغداد، او اجراءات امنيه، او انتشار مكثف للعناصر الامنيه في العاصمه بغداد او حول مناطق المؤسسات التي تخص الحشد الشعبي وايضا المؤسسات الحكوميه؟ يعني ضعنا في صوره الاوضاع الامنيه في العاصمه. نعم بخصوص الطائرات الامنيه العراقيه، لا يوجد هنالك يعني طيران امريكي او طيران عراقي لموقع الحادث تحت هذه اللحظه. هنالك انتشار امني مشدد ومكثف في محيط الحادث، يعني من قبل وزاره الدفاع ووزاره الداخليه لتامين المنطقه امنيا. العاصمه بغداد، في مناطق العاصمه بغداد لا يوجد شيء، القصف فقط ركز على مقر الحشد الشعبي في شارع فلسطين. هنالك من يعتقد ان هذا المقر تابع لاعتداء، هنالك من يعتقد انه مقر خاص للحشد الشعبي، ولكن الحصيلة النهائية يا ملاذ هو مقتل شخصين في الحادثة. وما نتحدث عنه في انتشار أمني، نعم هنالك انتشارا أمنيا مشددا ومكثفا في موقع الحادثة الذي تعرض القصف صاروخي من قبل القوات، من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وهنالك أيضا انتشارا أمنيا مشددا حول الحادثة. لحد هذه اللحظة لا يوجد هنالك بيان، لا يوجد هنالك رؤية حقيقية حول أن كان هنالك طيران أمريكي مشدد حول موقع الحادث، ولكن تبين لحد هذه اللحظة أن سماء الحادثة تخلو من طيران أمريكي وتخلو أيضا من طيران عراقي صوب أو قرب مكان الحادث. طيب هل فرضت إجراءات أمنية مشددة على مقرات الحشد الشعبي المتواجدة في بغداد أو في المحافظات؟ يعني لا سيما هناك أنباء تتحدث عن إجراءات أمنية عن دخول الحشد الشعبي في حالة الإنذار القصوى في عموم محافظات العراق. نعم ملاذ، يعني الحشد الشعبي دخل حالة الإنذار القصوى فور تعرض مقره في محافظة بابل، فبالتالي كان هنالك انتشارا أمنيا في البدء. الانتشار الأمني للحشد الشعبي ودخول حالة الإنذار القصوى هي تزامنت مع مقتل أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني، فبالتالي كان هنالك انتشارا أمنيا ومشددا ومكثفا على مقر الحشد الشعبي، خشية تعرضهم لأي استهدافات أمريكية نتيجة القصف المتكرر بين فصائل المقاومة العراقية وبين القوات الأمريكية. فبالتالي الانتشار الأمني للحشد الشعبي جاء قبل سنتين أو أكثر من هذا التاريخ بقليل لتأمين مقر الحشد الشعبي من أي قصف أمريكي، ولكن ربما التأمينات الأمنية التي تتخذها القوات الأمنية وتتخذها قوات الحشد ربما تتلاشى وتهوى أمام القوات الأمريكية نتيجة القصف. فبالتالي هنالك من يعتقد أن السيادة العراقية أو عفوا السيادة العراقية مرارا وتكرارا تنتهك من قبل القوات الأمريكية، ولا يوجد هنالك أي رادع من قبل الحكومة العراقية ومن قبل الجهات المعنية لوقف الانتهاكات من قبل القوات الأمريكية التي تستهدف المقار العراقية. فبالتالي يعني الحشد الشعبي يعتبر أنه قوة أمنية منضوية. نعم وصلت الفكرة مهدي. القوات الأمنية
وصلت الفكرة مراسلنا من بغداد مهدي غريب، شكرا جزيلا لك.